طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحية طيبة، برحب بأكاديمية الجيل الجديد أونلاين، برحب بروادنا الأفاضل، برحب القائمين على الأكاديمية، برحب بمدير الأكاديمية والقائمين عليها، برحب بجميع الحضور. إن شاء الله رب العالمين أهلا بكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنبدأ محاضرة جديدة ألا وهي قصة قلم رصاص. المغزى من القصة أو المغزى من محاضرة اليوم حاجة معينة. كم منا بيعدي بضغوط؟ كم منا بيعدي بمشاكل؟ كم منا انسان بيبقى متضايق او زعلان ان هو اتولد في الوجود ده وقابلته مشاكل كتير؟ كم منا بيقابله موقف او موقفين او اكثر او اقل ويلاقي نفسه ان الحياه كلها بقت مظلمه، ان مفيش حياه، مفيش امل، بيلاقي مشاكل بتقابله يوميا بيلاقي فيها حل وفي مشاكل ما بيبقاش ليها حل. احنا هنعتمد على حاجة معينة، على الارادة الداخلية بتاعتنا. هنعتمد ان احنا استاذنكم لرفع اذان العصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع لموضوعنا تاني مرة اخرى، ان احنا دلوقتي بنمر في حياتنا اليومية بمواقف صعبة، مواقف متعبة، منها اللي احنا بنقدر نتغاضى عنه، وممكن في حاجات معينة احنا ما بنقدرش نعديها وبنحصل لنا أزمات. ازاي احنا نتعامل مع الأزمات دي وازاي نحل المشاكل بتاعتنا؟ فمحاضرة النهاردة ان شاء الله نسميها مثل قلم الرصاص. طيب، اولا انا هتكلم عن قصة. القصة ديت بتتكلم عن شخص بيصنع الأقلام، يعني واحد بيصنع الأقلام الرصاص اللي بنكتب بيه. فبيقول في البدء تكلم صانع قلم الرصاص إلى قلم الرصاص قائلا، يعني الشخص اللي بيصنع الأقلام اتكلم مع القلم ذات نفسه، قال له هناك خمسة أمور أريد أن تعرفها قبل أن أرسلك إلى العالم. هنبه عليك وهعرفك خمس حاجات، الخمس حاجات دولت او الخمس اشياء دولت تخلي بالك منهم قبل ما تتعامل مع العالم الخارجي، قبل ما تتعامل مع الناس، قبل ما تتمسك في ايد كل شخص هيبدا يكتب بيك، هيبدا يرسم بيك، هيبدا يخطط لحياته بيك. اذا استوعبت الخمس امور دولت وبقولهم لينا جميعا وانا اقولكم، اذا انا استعملت او سددت الخمس امور دولت في حياتي هعيش مرتاح. سوف تكون قادرا على عمل الكثير من الامور العظيمه، ولكن فقط ان اصبحت في يد احدهم. خلي بالك، انت كقلم هترسم، هتخطط، هتحط نقاط لنجاح الشخص اللي هيمسكك، الشخص اللي هيحطك فيه، الشخص اللي هيحطك في جيبه. الشخص ده مسك القلم، يعني عارف امكانيات القلم ده ايه، عارف استخداماته ايه، عارف هو عاوز منه ايه، عارف النوع النقاط او البوينتس اللي انت هتبدا فيها ايه. يبقى اول حاجه سوف تكون قادرا على عمل الكثير من الامور العظيمه، ولكن ان اصبحت في يد احدهم. ثاني أمر، سوف تتعرض لبغي مؤلم بين فترة وأخرى. ده بيحصل معانا ولا لأ؟
كل فترة بيقابلنا موقف صعب، موقف مؤلم، مشكلة بتقابلنا، وبنلاقي نفسنا في أزمة، بنلاقي نفسنا مش عارفين نحل المشكلة، بنلاقي في أزمة إن إحنا بننطوي وبننعزل عن العالم المحيط بينا. كل واحد بيخش أوضته، بيقفل غرفته، بيطفي النور، بيتكلم ويحدث نفسه. في منا اللي بيجيب ورقة وقلم ويكتب فيها الشعور الداخلي بتاعه، في منا صديق أو صديقة وبيتحدث معه في كل الأمور اللي تعبان، في كل الأمور اللي مأزمان، المشاكل اللي بتقابله، وبيحاول يشوف لها حل. يبقى إذن كل فترة نعود نفسنا إن إحنا ما نتفاجئش إن إحنا ممكن نتقابل مع مشكلة ما، نتقابل مع موقف صعب ما، نبدأ نعيد حساباتنا مرة تانية. يبقى تاني نقطة مهمة، سوف تتعرض لبرلين وأخرى، ولكن هذا ضروري لجعلك قلما أفضل. في حكمة أو في مثل بيقول الشجرة أو النخلة المثمرة هي التي تلقح بالحجارة أو تلقى بالحجارة. شجرة مثمرة عليها فاكهة، عليها ثمار، تلاقينا عاوزين ننزل الثمار من على الشجرة أو من على النخلة، بنبدأ نقذفها بالحجارة عشان تنزل الثمار دي، يعني عشان نطلع أفضل ما عندها. فإذا أنت طول ما أنت ناجح، طول ما أنت متفوق في حياتك، هتقابل هجمات، هتقابل مشاكل، هتقابل مواقف تبدأ تتعامل معاها عشان تكون شخص قوي. طيب لو رحنا للنقطة الثالثة، بنقول إن الشخص كان بيقول للقلم لديك القدرة على تصحيح أي أخطاء قد ترتكبها. في ناس كتير بتخطأ أو بتخطئ، في ناس كتير بتغلط، وإحنا أولنا، أنا أقولكم بغلط بأخطئ، بس مفيش كبر أو ندم، بتقدر إن أنا أقول أنا آسف، ما بتقدرش إن أنا أقول أنا بعتذر. تمام؟ فعلا كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابين. تمام؟ جميل. إذا أنا لقيت نفسي مخطئ هعتذر، إذا أنا أخطأت، إذا أنا أخطأت بقصد أتأسف، أتأسف. ما أنا عاوز أفرق ما بين حاجتين، أفرق ما بين أنا آسف وإن أنا بعتذر. بعتذر عن خطأ عملته بدون قصد. أنا بعتذر يا جماعة عن موقف حصل النهاردة، أنا ما قصدتوش كده. طب أنا آسف، أنا آسف من الشيء أو من فعل أنا ارتكبته وأنا كنت قصده، بس حسيت بالندم بعدها، فأنا بقول أنا آسف يا جماعة، أنا آسف وبعتذر. تمام؟ مفيش مشكلة، مش هتقلل من شأن شيء إن أنا أقول أنا آسف، أنا بعتذر. بالعكس، ده هتكبرني ما بيني وما بين نفسي، هتكبرني قدام الناس. أنا ما يهمنيش الناس دي، أنا يهمني أنا أكون. تمام كده؟ فأي واحد فينا يا جماعة شاف نفسه إن هو غلط، شاف نفسه إن هو أخطأ حق حد، إيه مانع إن هو يقول أنا بعتذر أو أنا آسف؟ طب فرضنا واحد يقول لك إيه؟ أنا ما غلطتش في حد. هو اللي فهم غلط. طب هو اللي فهم غلط، ماشي أوكي، هو فهم. فأنا أقول له حاجة بسيطة أوي، أنا بعتذر عن الشيء اللي أنت فهمته بس، وأنا اعتذرت دلوقتي عن حاجة أنا عملتها غلط؟ لا، أنا بقول له أنا بعتذر لك عن الشيء اللي أنت فهمته غلط. الاعتذار ليس عيبا ولا ينقص من قدر الإنسان بل يزيد قدرا. فعلا أنا بتكلم بقى دلوقتي، أنا شخص ما لقيته بيقول لي أنت غلطت في حقي. طب أنا ما غلطتش. طب أنا ما غلطتش. لا أنت أخطأت، وهو مصمم إن أنا أخطأت. بقول له خلاص أنا آسف، أو أنا بعتذر لك عن الشيء اللي أنت فهمته غلط. هل أنا اعتذرت عن غلط أنا عملته؟ لا، أنا بعتذر عن اللي هو فهمه غلط. وصلت المعلومة دي؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام قال خاطبوا الناس على قدر عقولهم.
انا ما غلطتش فيك، لا انت غلطت، لا انا ما غلطتش، لا انت غلطت، وبالتالي هيحصل مشاجره، فبالتالي ممكن نخسر بعض، فبالتالي ان احنا ما نكلمش بعض. طب ليه ما اكبرش انا دماغي تمام كده، او اكبر عقلي واقول انت فهمت غلط، طب انا اسف انا بعتذر لك على الشيء اللي انت فهمته غلط، وما تزعلش مني، مش هزعلك تاني. بس المضمون كله ده في حاله لو انا ما عملتش حاجه فعلا. طب لو في حاله انا عارف ومتاكد ان انا عملت الشيء ده، خلاص انا بعتذر لك، مفيش مانع، مفيش مشكله. طيب رابع نقطه، ودائما سيكون الجزء الاهم فيك هو ما في داخلك. لاحظوا حاجه، ان القلم رصاص احنا بنكتب بالسن بتاعه، يعني بالرصاص الداخلي اللي داخل قطعه الخشب اللي هي القلم، يعني الجزء المفيد هو الشيء اللي جوانا احنا. كل واحد فينا فيه كل جزء كويس، وطبعا فيه جزء وحش، بس انه المسيطر علينا، انه الاقوى، انه اللي بيظهر قدام الناس، هل الجزء القتل الجزء الفاسد؟ تمام؟ لا، انا احاول اطور من نفسي، احاول ارمم من نفسي، احاول ااهل من نفسي ان انا اطلع بصوره كويسه ما بيني وما بين ربنا، ما بيني وما بين نفسي رقم واحد. يبقى احنا عندنا دلوقتي الشيء الطيب هو اللي بيظهر من جوانا في صورة لسان، في صورة كلمة، في صورة كلمة. لو لسانك طيب يبقى إذا أنت جواكش الطيب. طيب لو أنت طلع منك كلام غير طيب يبقى أنت جواك شيء غير طيب، وده هو الشيء المسيطر عليك. فطلع أي حاجة طيبة جواك، طلع أي حاجة كويسة جواك، تمام كده؟ وحاول تفهم الكلمة قبل ما تطلعها، حاول تشوف الكلمة اللي انت بتقولها دي هتضايق حد، هتزعل حد، حد هيفهمها غلط ولا لا. انا ساعات كتير بسأل وانا مطالب ان انا الكلمة او العبارة او الجملة اللي انا بقولها انا ليا دعوة انا قلتها ازاي، ولا ليا دعوة انت فهمتها ازاي، انا ليا دعوة انا كنت اقصد بيها ازاي. وفي ناس لا تقبل هذا الامر، في ناس لا تقبل كلمة انا كان ما كانش قصدي، انا ما كنتش اقصد، انا ما قصدتش الكلام ده. فانا دلوقتي لا، انا دلوقتي اركز في الكلمة اللي انا بقولها، هشوف الشخص اللي قدامي هيفهمها بمين معنى، بمين كلمة. ما عشان كده عندنا حاجة اسمها البادي لانجوج، لغة الجسد. انا بقول ممكن اقول كلمة او اقول عبارة، والعبارة ديت اقول كلمة او اقول عبارة، والكلمة ديت او العبارة ديت ممكن الشخص اللي قدامي يفهمها بمعنى، بس لو انا عملت ميرج، عملت دمج ما بين الكلمه اللي انا بقولها وملامح الوجه بتاعتي، ملامح الجسد بتاعتي او شكل الجسد بتاعي وانا بنطق الجمله دي او العباره دي معناها ايه، يبقى انا هقدر اوصل للمعنى المطلوب. يبقى اهم شيء هو الشيء اللي جوانا، تمام كده؟ طيب لو جيت على نقطه رقم 5، مهما كانت ظروفك فيجب عليك ان تستمر بالكتابه، وعليك ان تخرج دائما خطا واضحا وراءك مهما كانت قساوه الموقف. لازم تخلي بالك ان انت مهما كانت ظروفك، مهما كانت مشاكلك، لازم تظهر في صوره طيبه، لازم تظهر في صوره طيبه. ناس كتير ممكن يكون عندها مشاكل اسريه، ناس كتير تكون عندها مشاكل في شغلها، ممكن يقابل مثلا لو انا قاعد في شغلي وتعبان وقرفان وزهقان والمدير بتاعي معصبني ومضايقني والشغل لا مش حابه، وقابلت شخص صديق ليا، قريب ليا، حد اعرفه، ملامح الوجه بتاعتي لقيتها جامده. ليه؟ لان انا كان عندي مشاكل في شغلي. طيب انت مشاكلك كانت في شغلك، ليه تظهرها شخص تاني ملوش علاقه بشغلك؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. فاذا انا لما اجي اظهر، اظهر بشكل طيب حتى لو كانت الظروف اللي جوايا متعبه. اي نعم، الوجه وجه يمشي اسرار اللي جواك بالبلدي، بيفضح الشخص. انت لو جواك مشاكل وتعبان ومجهد و و و، ممكن شخص قدامك وانت بتتكلم معاه وبتبتسم وبتضحك والكلام ده هيعرف برضه ان انت تعبان. بس في فرق ان انا ابقى قاصد ان انا اظهر له ان انا تعبان، وفي فرق ان هو حس ان انا تعبان. ده في علم عندنا علم اسمه علم الطوارئ. ممكن تكون انت قاعد كده في حالك وفجاه
تلاقي حد اتصل بيك خير، بس انا حسيت ان انت تعبان قلقت عليك فاتصلت عليك. فلازم يا جماعه نظهر بشكل طيب، نكون واضحين مهما كانت قساوه الموقف اللي احنا تعرضنا له. تمام؟ طيب، وفهم القلم ما قد طلب منه ودخل الى علبة الاقلام تمهيدا لوقتها. رقم واحد، القلم واحنا، انا وانتم، احنا القلم. هنتعرض لمواقف كثيره صعبه، اللي هي بالنسبه للقلم عمليه البري، عشان اظهر الشيء الطيب اللي جواه، اظهر الشيء الكويس اللي جواه، اللي هي الحاجات الكويسه اللي جوانا. فلازم نتعرض لموقف صعب، نتعرض لشده، نتعرض ان احنا شخص يقصدنا في شيء معين. تمام؟ مهما كانت قساوه الموقف اللي عليك، لازم تظهر بمظهر كويس، بمظهر طيب. فعلا هنقابل في حياتنا انواع مختلفه من الناس ومواقف مختلفه. تمام؟ طيب، والان بعد ما احنا سمعنا القصه ديت، هنحط نفسنا محل مكان الالم ده. فتذكر دائما ولا تنسى هذه الامور الخمسه، وستصبح انت افضل انسان ممكن. لو حطيت الامور ديت يا جماعه، حطينا الامور ديت نصب اعيننا، هنطلع احسن ناس، هنطلع افضل، هنطلع في افضل موقف. طيب، اول شيء ستكون قادرا على صنع العديد من الامور العظيمه، ولكن فقط اذا ما تركت نفسك بين يدي الله ودع باقي البشر يقصدوك لكثره المواهب التي امتلكتها انت. ممكن واحد، تمام، بيعدي بمواقف صعبه كتير. اول حاجه، اترك نفسك الى الله سبحانه وتعالى، سلم نفسك لربنا، فوض امرك لله، وحط بعد كده بشر قدام عينك ان هم يحتاجوك. يحتاجوك في ايه؟ يحتاجوك لانك انت متعلم، يحتاجوك ان انت مثقف، يحتاجوك ان انت لما تبقى عندهم موقف انت عندهم بيلاقوك، بتساعدهم، بيحتاجوك، بيلاقوك في وقت ما هم بيبقوا عاوزينك، طلبوا منك حاجه وقفت جنبهم. كل دي مواهب، نعم، ربنا سبحانه وتعالى اديها لك هديه. تمام؟ اديها لك هديه، فلازم تحافظ عليها. طيب، ثاني نقطه، سوف تتعرض لبري مؤلم بين فتره واخرى بواسطه المشاكل التي ستواجهها، ولكنك ستحتاج هذا البري كي تصبح انسانا اقوى. تمام؟ ممكن نتعرض لمشكله نحس ان احنا انكسرنا، لا، انت ما انكسرتش، انت قويت، انت بقيت صلب. تمام؟ انت بقيت قوي. المشكله انت اتعلمت منها، خدت منها مواقف، خدت منها عبره، خدت منها معلومات. ثالث نقطة، ستكون قادرا على تصحيح الأخطاء النمو عبرها. المشكلة اللي أنت وقعت فيها، عرفت أنت وقعت فيها ليه؟ ولازم تكون اتعلمت منها. لازم تكون اتعلمت منها. فعلا المشاكل التي قد تؤلمك، على قد ما بنتعلم منها وبنزيد خبرة. ما الخبرة مؤشر، الخبرة مواقف، الخبرة تعليم. حاجات كتير بتقابلك، مشاكل كتير بتقف قدامك، كل مشكلة لها حل، كل مشكلة لها حل. رابع نقطة، الجزء الأهم منك سيكون دائما هو داخلك، الشيء الطيب هو اللي جواك، الشيء الكويس هو اللي جواك. هتظهر في المواقف الصعبة، هتظهر وهتتعلم. خامس نقطة، في أي طريق قد تمشي فعليك أن تترك أثرك.
وبغض النظر عن الموقف، فعليك دائما ان تخدم الله في كل شيء، تخدم ربنا سبحانه وتعالى، تخدم البشريه، تفيد الناس، خلي الناس تستفيد منك علما وخلقا ومعامله. علمك انت تعلمته فلازم تفيد بالناس، لازم تسيب بصمتك مظبوطه هاي، لازم تسيب بصمتك وصل ليك، لازم توصله للي بعدك. عود نفسك بآخر كتاب اللي انت بتكتبه، ما تكتبش كلمة النهاية، اكتب كلمة البداية، لأن العلم ما انتهاش عندك انت، انت كنت أداة أو وسيلة أو مرحلة من المراحل اللي بعد الهيدي كم ورق. خلي كلمة النهاية هي كلمة البداية لظهورك. كل منا هو كقلم رصاص تم صنعه لغرض فريد وخاص، بواسطة الفهم والتذكر فنواصل مشوار حياتنا في هذه الأرض، واضعين في قلوبنا هدفا ذا معنى وعلاقة يومية مع الله. لقد تم صنعك من أجل أهداف عظيمة. ان انت تسيب بصمتك. تعرفت على شخص، تعاملت معاه بشيء طيب، بكلمة طيبة، فانت اثرت في الشخص ده، اديته معنى، علمته شيء. قد تقول كلمات اللي قلتها النهاردة هي كلمات قصيرة، بس خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل. في ناس كتير بتقابلها مشاكل، بتحط نفسها في مواقف صعبة، وتبقى قصدا انها تحط نفسها في مواقف صعبة. طب وبعدين؟ عشان نطلع كل اللي جواه. طب وبعدين؟ هتطلع شيء طيب ولا شيء غير طيب؟ لازم تكون ايجابي. انا قصدت ان اقول المحاضرة النهاردة في الجزئية دي بالذات، لأن تقابلت مع ناس وحطهم إن المشكلة اللي وقعوا فيها هي آخر المطاف، هي آخرة الدنيا تمام، وحسوا إن هم بعدها يا رب نفسي أموت، يا رب ريحني، ده أنا عاوز أبتعد، لا عاوز أعمل. لا، كلما ضاقت حلقاتها فرجت وكنت أظن أن لا تفرج. كلما الخناق بيضيق كلما الفرج أوسع وأقرب. نمر بمراحل إحباط، وأنا واحد منهم. بس المشكلة إن أنت تفضل في محل سر في مرحلة الإحباط وتقول أنا ممكن، لا، ده أنا باخد المرحلة الاحباط دي عشان اقف عليها واحده، ان انا اضغط على الاحباط ده واتقدم، ادوس عليه تمام. مهما كانت الظروف اللي حواليك، مهما كانت المشاكل اللي حواليك، بقول كل مشكله لها حل، وكل موقف وفيه الاقوى والافضل منه. والمشكله اذا تعرضت للمشكله تعرف ان انت كويس، إذا تعرضت لمشكلة تعرف إن أنت ناجح. تمام؟ جدد من نفسك. جدد من حياتك. اتعرف على ناس، اتعامل مع ناس. كن صادق مع نفسك ومع ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تكون صادق مع الناس. ما تظهرش بدور الفريد أو المتميز أو يعني انت كويس وكل حاجه، بس ما بينك وما بين نفسك لا، انا مش كويس. ما تظهرش بدور المثالي قدام الناس وانت اساسا مش مثالي. تمام؟ فديت نقاط مهمه كنت قاصد ان انا اقولها في المحاضره اللي قد تكون قصيره. تمام؟ بس نصيحه ورجاء وطلب، اذا انت تعرضت لموقف صعب
تعرف ان انت شخص كويس، شخص متميز. اذا قابلتك مشكله في الحياه تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيهديك بيها، ربنا سبحانه وتعالى بيهديك بيها عشان ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا رب ساعدني، يا رب وقف جنبي. وانت جواك وجوا نفسك عندك الاراده والكيفيه ان انت تتقدم، ان انت تنجح، ان انت لازم تثبت نفسك. ده مشاكل مهما كانت المشكله هي لها حل. فعلا اشد الناس ابتلاء الانبياء فالامثل كالامثل. تمام؟ والمؤمن المصاب والمؤمن المبتلى. مش كل ديت ايات، كل ديت نصائح، كل ديت ارشادات، كل ديت بتقابلنا. اذا انت تعرضت للمشكله يبقى انت موجود فيها. انا بقولها كده، اذا انا تعرضت للمشكله يبقى اذا انا موجود، يبقى انا ليا دور في المجتمع، ليا نفع في المجتمع، ليا فايده في المجتمع. هو الاحتكاك، الممارسه، الاجتماعات، اللقاءات، الحوارات، المناقشات ما بيننا وما بين بعض، تمام، هي اللي بتولد ذاتنا، هي اللي بتثبت نفسنا. ولسانك هو اللي بيدل على شخصيتك. اذا كنت بتتحدث كلام طيب يبقى اذا انت شخص. اما اذا كنت بتتحدث بكلام ليس له معنى، ملوش لازمه، كلام غير طيب، يبقى اذا انت جواك سلبي، مفيش ايجابيات فيك. تمام؟ فنخلي بالنا من النقاط دي مهمه. اذا في اي اسئله او اي نقاش يدور في دور المحاضره او محاولات جاده ان نشوف ارائكم، وجهات النظر بتاعتكم، ايه الحاجات اللي انتم محتاجينها ان احنا نتقدم بيها وان احنا ننجح بيها وان احنا نتفوق بيها. تمام؟ فأرجو إن كل واحد يبدي رأيه ويكون عنده رأي، ما يقولش إن رأيي مش هيفيد، لا ده أنا بنكسب أو بخجل أو ما أعرفش أتكلم، لا، قول كل اللي أنت جواك، قول كل اللي جواك بأي لغة، بأي معنى، أي شيء أنت تقصده، مرة مع مرة هتلاقي نفسك بقيت لبق، مرة مع مرة عرفت أنت تقول الجملة إزاي أو العبارة إزاي، تقدر تبدي رأيك بحكمة وبعقلانية. تمام؟ خلاف ان انت تقول لا انا مستمع فقط، انا بنظر بس، انا بشوف الوضع عامل ازاي. تمام؟ بقى انا مش بعرف اتكلم. لا اتعلم. هل في اي حد عنده اي استفسار او اي استشارة او اي طلب؟ عموما مش شرط في محاضرة اليوم. اي شيء انت عايزينه اطرحه. خلص من العصبية. حاضر. هل أحد الطلبات موجود الآن معنا في المحاضرة؟ ذكر أسماء؟ تمام. حاضر. إيه تاني؟ في أي اقتراح تاني؟ أرجو إرسال هذه الاقتراحات على الصفحة الشخصية لي. تمام؟ حتى يتم أو يتسنى لنا تجهيز محاضرة خاصة بتلك الأسئلة أو الاستفسارات. يبقى فكرة محاضرة عن كيف تتخلص من العصبية. إيه تاني؟ إن شاء الله. إيه تاني؟ تانية؟ أي استفسارات؟ طيب هكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وإذا أصبت فمن الله، وإذا أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أتمنى أن تكون
الكلمات القليلة اللي أنا فيها اليوم تكون حتى لو كانت معلومة بسيطة، بس يا رب نقدر ننفذ حاجة منها، يا رب نقدر نتكلم فيها أو نتعامل معاها. خير الكلام سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك.